بقول انه ما قبل ثورة 17-20 تاني غير ما بعد أكيد. ما رح نرجع على ما قبل. مطالبنا كتير واضحة، أنا ما عم بحكي، عم بحكي باسمي وكل الأشخاص. نحن بدنا حكومة مستقلة، هيدي الحكومة هي يلي رح تحاسب، هي اللي حتشرع قوانين، بدها تحاسب كل الطبقة الفاسدة، بعدين بنعمل انتخابات نيابية من بعد تقصير المجلس النيابي، وساعتها كلهم بيرجعوا يتمثلوا. هاي من جهة. ثلاثة، ما بعرف إذا هيدي الإشاعة مزبوطة أو لا، إنه رايحين إنه بدهم يعملوا شيء اسمه عفو ليزمتوا من كل جرائمهم. ما بقى يحكوا إنه نحن إذا بدك يستغبونا، عندي جدول يستغبونا، نحن ما بعرف، نحن ثورة باقية على الأرض. لأنه بتمنى وبترجى كل المعنيين بليز عن جد شفقوا على هيدا الشعب يلي قام أخيرا وقال إنه بده يعيش، فشفقوا علينا، عطونا حلول، ولأنه نحن بالنهاية ولادكم وأنتوا أهالينا، فبليز خلونا نصبح على وطن منحبه كلنا وبس.